السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في الفيديو ده بإذن الله احنا هنتكلم على سورة عظيمة جدا جدا جدا. الفيديو ده قصير في المدة لكن قيمته عالية جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله انا هكلمكم على سورة عظيمة جدا من القرآن. هذه السورة يا جماعة مفيدة جدا لعلاج السحر ولعلاج الحسد ولعلاج التعطيلات. وهذه السورة يا جماعة كان من الوارد عنها من المجربات ان انت بتشغلها في منزلك لمدة 3 ايام. لو كان هذا المنزل فيه شياطين او فيه جن او فيه حتى طاقة سلبية، كان كل الامور دي او كل الاشياء دي بتزال وبتحل نهائيا. فهذه السورة هي سورة المعجزات وسورة تيسير الامور. والسورة دي يا جماعة انا من محبين قراءتها ومن محبين ايضا سماع هذه السورة. السورة دي هتفيدك لو انت شخص عندك بعض التعطيلات في حياتك، زي تعطيل الزواج، زي تعطيل العمل، زي التعطيل حتى في تعاملاتك مع الناس، وعايز حياتك تتغير وكل التعطيل اللي عندك يتشال نهائيا ويتبدل. يعني يتبدل، بدل ما يبقى عندك تعطيل في الزواج لا يبقى عندك تيسير في امر الزواج. والسورة دي ايضا بتفيدك لو انت شخص بتعاني من السحر او الحسد او المس، يعني لو انت شخص بتعاني من اصابة روحانية او شيء روحاني مسبب لك حزن او كآبة، باذن الله السورة دي مفيدة ونافعة لعلاج هذا الامر. طب الفايدة دي عبد الله نعملها ازاي؟ هبدأ باذن الله في ذكر الفايدة. بس قبل ما ابدأ في ذكر الفايدة، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي في تعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائدة دي يا جماعة سهلة جدا جدا جدا. كل اللي طالبه منك ان انت هتعمل الخطوات اللي انا قولها لك دي لمدة 3 ايام متواصلة، وانت اللي تعملها لنفسك، يعني ما تعملهاش لحد تاني. الافضل ان انت تعمل الخطوات دي لنفسك. طب بعمل ايه بالظبط يا عبد الله؟ كل اللي بطلبه منك باذن الله ان انت تجلس وبتبقى متوجه للقبلة، واول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرأ آية الكرسي 7 مرات. وبعد ما تقرأ آية الكرسي 7 مرات بتقرأ سورة الزلزلة 7 مرات. بعد ذلك عايزك تقوم بسماع سورة البقرة مرة واحدة فقط. تسمع سورة البقرة مرة واحدة بس. بعد ما تقوم بسماع سورة البقرة مرة واحدة فقط، محتاجك تقرأ هذه السورة اللي هي سورة البقرة مرة واحدة فقط. يبقى إذن آية الكرسي 7 مرات، بعد كده سورة الزلزلة 7 مرات، بعد كده بتسمع سورة البقرة مرة واحدة، بعد كده بتقرأ سورة البقرة مرة واحدة، مستمر على الأمر ده لمدة 3 أيام. بإذن الله خلال ال3 أيام أنت هتشوف ذات نفسك الفرق، زي ما قلت لك في حل مشكلتك مهما كانت، سواء كان تعطيل أو كان سحر أو حسد أو مس. فبس كده يا حبايبي يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.